رائحة الماضي تفوح من هذه السيارة التي لا تلبث برهة حتى تستقبل أحد الحانين للماضي من كبار السن، حيث يتذكر أولئك المارين على الأطلال عقودا مضت من الزمن الجميل. العم أبو محمد أحد أولئك الذين لم يستطيعوا المرور بجانب السيارة التراثية دون التوقف. هذا من قبل 50 سنة، من يوم شفته وأنا أتذكر سبحان الله التاريخ الأول يوم يسافر عليه مسمينه بساط الريح. كنا نطلع عليه من الطائف إلى مكة بريال، ومن مكة إلى جدة ب12 ريال، ومن جدة إلى المدينة ب14 ريال، وكنا نمشي من الرياض ب15 من هنا إلى المدينة مع الصحاري. ما في زفلتها الحين ما شاء الله مثل الحين الحمد لله. اللي يبي يحج، اللي يبي يحج بعشر تاريل بعشرها الحج، وإلى خربة السيارة تدفون إلى الطائف. يقف هذا الرجل ممثلا أياما قد خلت، يدعو الناس ممن يرغبون بالحج إلى مسارعة التسجيل قبل أن يكتمل نصاب الركاب. يكتظ الناس هنا لرؤية هذا المشهد الذي لاقى ردا عفويا من العم أبو محمد. من يوم شفته وين أجي علشان كان يعني مرتبط بذكرياتي القديمة، ومن يوم كنت أسافر وروح وجي عليه سبحان الله راس جيت من الشارع هذا عشان أوقف معه. شفت هالفرد ذا سبحان الله، وأشكر الأخ اللي محتفظ فيه إلى الآن. ضيف الله الغفيلي صاحب السيارة وصاحب هواية يجمع السيارات التراثية ويجتمع حوله الحانون للماضي. محافظة الرس صاحب متحف دار الأجداد للتراث وفريق الرس للسيارات الكلاسيكية. كنت طالع مرة برحلة من محافظة الرس للمذنب، منتصف الطريق بدأت تبارين أحد السيارات حتى أنه أشر لي على لبكت على طول له، وقف ونزل السيارة قال على إذنك بس أحب خشم السيارة. قلت له يا شيخ خال، قال ذكرته بسيارة اللي سابقة لذي، وفعلا نزل وحب السيارة وركبه وأخذ به دوره وكل شيء حتى أنه انبسط. قلت ها لك رغبة ثانية؟ قال خلاص الآن أشبعت رغبتي وخلاص. لذي حنين العم أبو محمد أوقفه عند هذه السيارة التراثية ليستعيد ذكريات الماضي، وهنالك الكثير من العم أبو محمد سيتوقفون عند هذه السيارة في قادم الأيام من المهرجان. عبد المحسن الحربي، الإخبارية، الرياض.